بابا تسطحوا بالريوصة. السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار اخر وفي رياكشن اخرى. باش ندخلوا ديريكتوم على الفيديو ديالنا. المهم هذا الفيديو خصيصا الناس اللي عز عليهم داكشي المضاربات و فيديو فيه الادرينالين طالع بزاف و بلا اطار. الناس باقا مشاكش معاهم، بقا نشاك معاهم، بقا طبعا اذا تفرجوا فيديو ما عجبكمش يكون فيديو ما تنساوش دير لايك ونتلاقاو بعد الانترو. نمشيو ديريكتوم على الفيديو ديالنا. المهم الخوت، الفيديو ديال الريغبي المضاربات او السرعه اللي تيكونوا في المقابله ديال الريغبي. دولا فرك هادشي اللي نحيدو الصوت حيت كل واو زرب علي زربه خايبه هذه ما رضاش. انا بدا كي ما رضاش طاولو تحموا عليه. او يشوف قداش هذا، واو قداش ترابيز نيري وشنقه على الاخر حتى هو عنقرته كبيره. يتلقى بروح وبوش انا مضاربه عندهم هذوك كديرة. بو طاك طاك كثير قبيح دور وش دورة ليش شو حسي قد ريب حال دخل في كرموك. واو حال دخل في كرموك. اوه قديش تلقالاتها تموت. الله يجا تموت تلقالي. الله يجا تموت. سلو موشن عرفتي ديك لي طاكل ديال سلو موشن. واه كبير شو ترى لي وجهو مع الارض كبير بزاف. هرب 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 مشى مشى مشات لي. واه مين شابه سي هذا لعبه ذكيه كون شتا كان غيطاك على الاخر. هذا لعبة ذكية وجا له من اللور كاع. لي طاكل عندهم زوينين واعدين. لي طاكل عندهم زوينين. كيعجبني الهيد ديال الريكب انا، كيعجبني نتفرج في الريكب. مشا هرب مشا يشدو من السروال صافي. مارك مارك فهمت زوينة. ماركة 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 رابط لاصق شغل رابط شنو هز من راسك. بسال او ضيجة صحيح بسال هادي شد من البروطيش ريق متحموا عليه. مضاربة ديالو من عالم اخر تخيل مع امو كلو كاملين كبار. نوزك الدافع صحاح بزاف. العربي توا خصو يكون صحيح وسط منو فيتيس. شو ماركة 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 في شي 100 كيلو هذا ولا شي 95 كيلو كشهر 95 تكون في شي 100 وزيادة. شو كنت تكون يكونوا طوال اصلا ما تكونش قصار. مشى هرب 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 جا لهم الله. اوه دا لهم الريمونتادا لايتا كاين ضرب على عشيرو كاين تمشي بشكل لعيبة طن بحال صحاب الباسكت. كيفاش خطفها او ضرب على صاحب واك سير تا اوه الطريق زوينة. دابل ليك شتاش لي دار لي تاكل دابل ليك اصلا الاخر تهزا شو سهل الاخر يهزا جاي خفيف. يلا كيديرو شي هربات
كيعجبوني بحال لي طاكلين والله. واو تسطحوا بالريوصه تسطحوا برني داف دفعوه كامل تسطحوا بالريوصه الله يشهد تسطحوا بالريوصه واه صحابي تسطحوا بالريوصه تجيب لي ريوصه بريوصه بجوج هرب كولوار هرب شد 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 تاخذ البرد دلو فان زوينه ماركه 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 انت مين هرب اليوم انت شو مين هرب اليوم شو عندهم لا فيتاس ماركه والله يتشا ماركه بالله تحسبات لي هذا خلص تاع الصروف عندهم مش حق يجيو من اللور ياخذوا لابا خصهم يجيو من قدام يدافع انت ما عندكش حق دابا هما داروا جيتو شافوا هاز لابا ما عندهمش حق يحيدوا لي من اللور خصهم يدفعوا من قدام يرجعوا لقدام ويدفع راسو طار انا بلي راسو طار وعز قداش بلي راسو واو واش اللي مشى باسو جوج اوكي صحيح كيجرب صحيح عنده رافيتاس صحيح كيجيبوني هاد لي طاكل انا والله كنحس بشي حاجه لداخل ديالي كتحمسني كثر وكثر واه ماركة عليهم حيدا لهم ماركة شتي كيفاش ماركة ايه حيدا لهم ماركة او غيش الاخر من اللور حيدا او بيج ضرب من الوسط بيج ما كتحسبش بيج تحسب بيج ضرب من الوسط بيج من ضربة ضربة من الوسط بيج فوق الحديدة ايه مخصوش الطاح مخصوش الطاح الاخر الطاح تخاف منها ومارش ما يديروا فاعيقين خطفوه هربوا به حتى كنشوف كيف كنقول كيفاش ضلوع مصحاح كيصبر له الدق وشلون طريما ولا شنو ما حيت كيصبر العصب السر تكون أستراليا الصفر هنا دبع نيوزيلندا آل بلاكس ديك حليم ما آل بلاكس فريق نيوزيلندي يعتبر أقوى فريق في العالم آل بلاكس وكل خرين سميجهم ما أعرف سميجهم ماشي بحال كتقول باير في كرة القدم ولا كتقول مدريد ولا كتقول فهمتيني هذا والله المهم الاخوان بعدا تكونوا كملنا الفيديو ديالنا نتمنى يكون عجبكم الفيديو الناس اللي كملوا الفيديو نتمنى يكون عجبكم طبعاً اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك والناس باقي مشتركش معنا في قناه اشتركوا معنا في قناه الانستغرام ديالي والفيسبوك ديالي في الديسكريبشن اللي بغيت تواصل معايا شي اقتراحات مرحبا قريب ان شاء الله غادي نرجعوا البروغرامات اصبروا معايا عارف كثرت عليكم في لي رياكشن بزاف قريب ان شاء الله نرجعوا البروغرامات المهم باش ما نطولش عليكم بزاف شكرا لكم دابا الا تهلاو